السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله استئناف الرحلات الخطوط الجوية الجزائرية فتح الحدود بيع التذاكر الخطوط الجوية الجزائرية تتحدث قدمت شركة الخطوط الجوية الوطنية الجزائرية امس ايضاحات بشأن سداد قيمة التذاكر الملغاة استأنفت شركة الطيران الوطنيات رحلتها جزئيا في واحد يونيو بعد أكثر من عام من التعليق بسبب الأزمة الصحية. أجبر جائحة كوفيد 19 وإغلاق الحدود الجوية الجزائرية الشركة على إلغاء جميع رحلتها الجوية. منذ ذلك الحين، يسعى آلاف الركاب إلى تعويض تذاكرهم التي ألغيت بسبب الأزمة الصحية. وفي تصريح أمس لصحيفة النهار قدم المتحدث باسم شركه الوطنيات للطيران الجزائري بعض التفاصيل واوضح امين اندلسي ان الخطوط الجويه الجزائريه مثلها مثل جميع الشركات في العالم التي تاثرت بالازمه الصحيه تتاثر ماليا ذكر المتحدث باسم شركه الطيران الوطنيه نقلا عن النهار الخطوط الجوية الجزائرية لا تزال تحتفظ بصلاحية هذه التذاكر وتقترح إعادة التحقق من صحة التذاكر لرحلة التالية للعملاء وأوضح المسؤول نفسه أن الزبون يجب أن يذهب فقط إلى وكالة الخطوط الجوية الجزائرية حيث اشترى تذكرته مع طلب لإعادة تصديق التذكر إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن نائب الهجرة توفيق خادم جوب وزير النقل في ديجنبرا حول سداد التذاكر التي ألغتها شركة الخطوط الجوية الجزائريات والبحريات بسبب جائحة كوفيد 19. ما الحل لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون شركات الطيران وشركات الشحن لتعويض تذاكرهم الملغاة؟ يسأل البرلمانية.